الرئيس السيسي يوجه بالارتقاء بالخدمات وبالمواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية. الجيش الليبي يكشف عن وجود ضباط أتراك في صفوف قوات حكومة الوفاق بطرابلس. وقوى الحرية والتغيير بالسودان تبدأ تنفيذ الإضراب بالعاصمة الخرطوم. الساعة مساء السابعة في جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم، والبداية مع همام مجاهد. همام، إذا وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء بالخدمات والمواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية اتساقا مع جهود التنمية الشاملة على مختلف الأصعدة في جميع ربوع مصر، وخلال اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير الأثار لتناول مجمل نشاط وخطط وزارة الأثار الحالية والمستقبلية، أكد الرئيس السيسي على أن تتم عملية نقل الموميات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى القومية للحضارة بعين الصيرة في إطار حدث عالمي يليق بمكانة وعراقة الحضارة المصرية القديمة. كما تم خلال الاجتماع استعراض المواقف بشأن مصنع المستنسخات الأثرية والمتوقع بدء إنتاجه نهاية العام الجاري، بما يضمن تصنيع مستنسخات للقطع الأثرية المصرية بتقنية وجودة عالية يمكن إتاحتها للسائحين والمواطنين المصريين. وجاء رئيس السيسي بإبراز تفرد وعراقة الحضارة المصرية القديمة من خلال المتحف المصري الكبير. وخلال اجتماعه بالجهات المسؤولة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف، أكد الرئيس السيسي دور المتحف المصري الكبير والذي يعد أكبر وأهم صرح ثقافي في العالم، وبما يساهم في تقديم صورة جديدة لمصر في العالم. أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه تقرر بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يونيو اعتبارا من يوم السبت المقبل الموافق الأول من يونيو من جميع ماكينات الصرف الآلية المنتشرة على مستوى الجمهورية ومن جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها وبنك مصر الاجتماعية ومكاتب البريد، على أن يتم الصرف من البنوك اعتبارا من الأحد الثاني من مايو. ومن جانبها قررت وزيرة التضامن الاجتماعي تشكيل غرفة عمليات لمتابعة حسن سير عمليات صرف المعاشات من المنافذ المختلفة. عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا حضره السيد رئيس مجلس الوزراء والسادة وزراء الآثار والسياحة والمالية ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير، حيث وجه السيد الرئيس بالالتزام بالتوقيتات والجداول الزمنية التي تم إقرارها لتنفيذ المشروع، مؤكدا على مراعاة إبراز عظمة وتفرد وعراقة الحضارة المصرية القديمة خلال العرض المتحفي. كما وجه السيد الرئيس باستمرار العمل على رفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير ومنطقة هضبة الأهرامات والطرق والمحاور المؤدية إليها، بحيث تتواكب مع قيمة وأهمية المتحف المصري الكبير الذي يعد أكبر وأهم صرح ثقافي في العالم وبما يساهم في تقديم صورة جديدة لمصر للعالم. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الآثار. وذكر السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مجمل نشاط وخطط وزارة الآثار الحالية والمستقبلية، وفي هذا السياق وجه السيد الرئيس بالارتقاء بالخدمات والمواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية اتساقا مع جهود التنمية الشاملة على مختلف الأصعدة في جميع ربوع مصر وعلى نحو يليق بمكان كانتها السياحية على الصعيد الدولي وانعكاسا للنقلة الحضارية التي تسعى مصر لتحقيقها. وفيما يتعلق بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة بعين الصيرة والمزمع نقلها بعد أشهر عدة، وجه السيد الرئيس بمراعاة أن تتم عملية النقل في إطار حدث عالمي يليق بمكانة وعراقة الحضارة المصرية القديمة.
أعلنت وزارة الداخلية نتائج جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط العديد من القضايا. دائما ما تتصدى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لتجار وحائز المواد المخدرة، فقد نجحت الإدارة ومن خلال حملات أمنية مكبرة تشنها لضبط تجار وحائز المواد المخدرة بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام والأمن المركزي وعدد من مديريات الأمن، في ضبط 125 تربة لمخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيروين ونحو 6000 قرص مخدر بحوزة عدد من الأشخاص بمطروح والإسكندرية والجيزة وأسيوط بقصد الاتجار وفقا لاعترافهم، إضافة إلى أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة. هذا وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تاجر وبحوزة 1,335,000 وحدة ألعاب نارية، كما تم ضبط تاجر آخر بحوزة 640,000 قطعة ألعاب نارية بقصد الإتجار. مديرية أمن القاهرة وفي إطار ملاحقاتها لتجار وحائز الألعاب النارية المحظور تداولها وبيعها نجحت في ضبط نحو 2,000,000 وحدة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام بحوزة شخصين قام بتخزينها بمخزنين خصص لهذا الغرض تمهيدا لطرحها بالأسواق استغلالا للإقبال عليها في عيد الفطر المبارك. تقدمت شركة تذكرتي بالشكر والتقدير للجماهير المصرية الوفية التي تتقدم بأعداد كبيرة من أجل حجز التذاكر الخاصة بمباريات بطولة الأمم الإفريقية المقامة في مصر الشهر المقبل، ما أدى إلى نفاد تذاكر بعض الدرجات لعدد من المباريات بالبطولة. وأكدت الشركة أنها ملتزمة بالنظام المعلن في حجز التذاكر بالبطولة من خلال موقعها الإلكتروني للحصول على بطاقة المشجع فان آي دي وكذلك التذاكر الخاصة بالمباريات، وترجو جميع المشجعين المصريين للالتزام بهذا النظام المصمم خصيصا لتسهيل إجراءات الحصول على التذاكر وحضور المباريات. وشددت الشركة على التزامها بالساعة المحددة لحضور الجماهير في كل استاد من الاستادات المخصصة للبطولة، وأنها لا يمكنها طباعة تذاكر أكثر من هذه الساعة ولو بمقعد واحد في أي مباراة. كما أكدت الشركة أن نظام حجز التذاكر يراعي شفافية وتكافؤ الفرص في الحصول على تذاكر المباريات من خلال القاعدة المتعارف عليها عالميا وهي أسبقية الحجز. وبعد أيام من انتشار منافذ منظومة تذكرتي حجزت أعداد كبيرة تذاكر المباريات الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية، وتواصل المنظومة تقديم خدماتها للجماهير في مناطق متفرقة من محافظة مصر. صورة تذكارية تجمع أسرة مصرية قروية تنتظر بشغف مشاركة مصر في بطولة الأمم الإفريقية المرتقبة. بخطوات معدودة استطاعت أسرة المهندس وليد حنفي أن تسجل بياناتها الشخصية إلكترونيا عبر موقع تذكرتي حتى أن وصلوا للخطوة الأخيرة وهي استلام بطاقات التشجيع الخاصة بهم وتذاكر المباريات. انترستد اول مره دي ان اول ما يكون في بطوله هتتعمل في مصر بالحجم ده ان لازم نكون كلنا موجودين كاسره من اول الناس اللي ندخل، وفعلا احنا تقريبا كنا من اول الناس اللي سجلت على الويب سايت والحمد لله ادينا معانا الفان اي دي دلوقتي والتذاكر. احنا من اول يوم عملنا ريجستريشن وجات لنا مسجز ان هو بيتدققوا في البيانات، والحمد لله النهارده بقى جات لنا على الموافقه على الكل، فجينا نعمل واجبنا الوطني كاسره كامله وخدنا الفان اي دي ودلوقتي هناخد التيكت ان شاء الله باذن الله. بصراحه دي اول مره اروح ماتش في امم افريقيا وان شاء الله تبقى مره حلوه وان شاء الله تبقى احسن مره ومصر تكسب ان شاء الله. بعد مرور ايام قليله من انتشار هذه المنافذ حجزت اعداد كبيره تذاكر المباريات الخاصه بالبطوله، ما ادى الى نفاد تذاكر بعض الدرجات لعدد من المباريات بحسب البيان الصادر عن شركه تذكرتي في وقت سابق. دخلت مجرد ما دخلت استعلامات قالت لي انت يعني عرفت انا درجه كام الفان اي دي والكلام ده كله، قالت لي خلاص انت هتروح تستلم الفان اي دي وكده تروح تستلم التيكت. الموضوع كله ما خدش 6 دقايق مثلا بس، واستلمت الفان اي دي واستلمت التيكت وخلاص. زمان الواحد كان بيقف طابور وخبط وزق حاجه ممتازه بصراحه. توقعت طبعا اجي الاقي طوابير وكلام من ده خاصه ان هي درجه تانية،
انا الدرجه الاولى خدتها من فرق اورنج وكانت الدنيا سهله، فقلت الدرجه الثانيه دي هاجي طبعا هتبقى الدنيا زيطه يعني. لا الموضوع محترم جدا ومنظم ولذيذ جدا، وخدتها في دقيقه اقل من دقيقه يعني، تابعوها لي واستلمتها وكانت اكسبيرينس حلوه جدا يعني بصراحه. تجربة تعد الأولى إفريقيا حرصت خلالها اللجنة المنظمة على توزيع منافذ البيع بين كل المحافظات التي تستضيف المنافسات في القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والسويس. إبراهيم عزت، إكسترا نيوز. أعلنت منصة واتشت الرقمية عن حصولها على الحقوق الرقمية الحصرية للدوري المصري لمدة 4 سنوات، ويتيح ذلك لمستخدم المنصة الاستمتاع بكافة الأهداف والمباريات والملخصات، كما ستقدم المنصة برامج رياضية متخصصة على المنصة الرقمية، وذلك لإضافة متعة الاستمتاع بمثل تلك الحقوق الحصرية. وأشارت إدارة منصة واتشت إلى أن الحصول على حقوق الدوري المصري الرقمية هو بداية إثراء المحتوى الرياضي الرقمي على المنصة، وأيضا يمثل حماية لحقوق مستخدمي، منوهة بأنه سيتوالى إضافة الكثير من المحتوى الرقمي في مختلف المجالات. لبيك طرابلس لبيك، لبيك يا طرابلس لبيك. في الشأن الليبي، كشف مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية خليفة العبيدي أن الجيش الليبي رصد وجود جنود وضباط استخبارات من تركيا يقومون بتدريب الجماعات الإرهابية المسلحة ويقاتلون في صفوفهم بالعاصمة الليبية طرابلس. وأضاف العبيدي أن ضباط أتراك يقومون بتدريب الميليشيات الإرهابية على استخدام الأسلحة التي وصلت إليهم عن طريق أكثر من شحنة قادمة من تركيا. قال رئيس أركان الجيش الوطني الجزائري الفريق أحمد قايد صالح إن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد يكمن في تبني الحوار الجاد. وأوضح صالح أن الشعب الجزائري لا ينسى الفترة الصعبة التي مر بها خلال التسعينيات، مشيرا إلى أن الحوار يجب أن يكون بكل روية وهدوء والتزام، كما أكد أن الشعب يدرك أهمية الإسراع في بلوغ الحلول الملائمة.
دعا مبعوث الاتحاد الافريقي للسودان محمد الحسن ولد البات المجلس العسكري الانتقالي وقوى اعلان الحريه والتغيير، دعاه الى العمل بسرعه على استئناف مفاوضات الانتقال الى سلطه مدنيه. واحذر مبعوث الاتحاد الافريقي من فشل المفاوضات قائلا: السودانيين امام خيارين لا ثالث لهما، اما الاتجاه للفوضى او طريق السلم والتفاوض. بدأت قوى الحرية والتغيير بالسودان التجمع في ساحة الاعتصام بالعاصمة الخرطوم تمهيدا للدخول في إضراب حتى غدا الأربعاء. وأكدت القوى أنه لا مشكلة لديها مع المؤسسة العسكرية، مشددة على حرصها على وجود قوي لقوى سودانية أخرى شرط عدم مشاركتها في النظام السابق. قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أورسولا مولر أن هناك نحو 3 ملايين شخص عالق في محافظة إدلب السورية. وأشارت مولر خلال جلسة لمجلس الأمن إلى مقتل أكثر من 160 مدنيا وتشريد أكثر من 200,000 شخص جراء القصف على إدلب، كما طلبت المسؤولة الأممية بوقف استهداف المستشفيات والمدارس في إدلب السورية. تعلمون جميعا الأرقام الإحصائية الناشئة من هذا النزاع، تعلمون أن أكثر من نصف الشعب السوري إما هرب من البلد أو واجه تشرد داخلي متكرر. تعلمون أن مئات الآلاف من السوريين تعرضوا للقتل والملايين تعرضوا لإصابات. وتعلمون أنه حاليا ما يقارب 3 مليون شخص في إدلب عالقون في ظل الاشتباكات، البعض يعيشون تحت الأشجار أو صفائح بلاستيكية في مساحات عارية، لا مدارس آمنة أو مشافي آمنة، لا طريقة لكسب لقمة العيش. 8 أعوام من الضربات الجوية والقصف من الهجمات الإرهابية الدموية والخوف المتواصل بإرسال الطفل إلى المدرسة، مدرسة قد تتعرض للقصف لاحقا. السيد رئيس، أعمال القتال في إدلب استمرت خلال الأيام الأخيرة على الرغم من إعلان وقف إطلاق نار مؤقت في 17 من مايو. حتى الآن في هذا الشهر قصف كثيف وقصف جوي أسفرت عن مقتل أكثر من 160 مدنيا وتشرد قرابة 270,000 شخص. قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة إن القوات السورية تواجه جماعات إرهابية تستخدم المدنيين كدروع بشرية، مشيرا إلى تسجيل انتهاكات كثيرة لوقف إطلاق النار. واتهم المندوب الروسي خلال جلسة لمجلس الأمن المجموعات الإرهابية ببث أخبار زائفة عن استخدام الجيش السوري لأسلحة كيميائية. الإرهابيين يشنون أنشطة هجومية من جنوب منطقة نزع التوتر في إدلب، وفي نيسان أبريل كان عدد الهجمات 3 وفي أيار مايو 18، ويمكن أن تحكموا بأنفسكم على الأرقام. فالمقاتلون يخوفون المدنيين ويستخدمون البنى التحتية المدنية من أجل إطلاق صواريخ، ولا يحسنون انتقاء أهدافهم ويستخدمون المدنيين دروعا بشرية. وفي قرية مسيحية أيضا في حما قتل 4 أطفال وجرح 10 أشخاص، ويوم أمس ففي القرية نفسها. وفي منطقة أخرى وقعت هجمات ألحقت الأضرار بالبنى التحتية المدنية. وردا على هذه الهجمات فإن قواتنا العسكرية تدعم القوات السورية من أجل إجبار الإرهابيين على الخروج من المناطق، فهم قصفوا قواعد روسية ومواقع السلاح الجوي السوري. وحسب بيانات استخبارية ف
ففي جميع الأنشطة التي تشهد نشاطا عسكريا فإن القوات المسلحة السورية تواجه مجموعات عسكرية غير مشروعة، مجموعات مسلحة غير مشروعة. نحن نتحدث عن الإرهابيين هنا، عن منظمة تحرير الشام. نحن نحاول التصدي للهجمات الإرهابية، ولكن الطرف الروسي ملتزم بنزع التوتر من إدلب، ونذكر بأن البيان الصادر يذكر بضرورة مواصلة مكافحة الإرهابيين على يد الأطراف المشاركة في هذا البيان. ويلجأ الإرهابيون إلى أنباء زائفة بشأن استخدام القوات المسلحة أسلحة كيميائية. من جانبه وصف مندوب الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن الوضع الإنساني في مخيم ركبان بمنطقة التنف على الحدود السورية الأردنية بالسيء جدا. وخلال جلسة لمجلس الأمن قال المندوب الأمريكي أن هناك حصارا مفروضا على مخيم ركبان يحول دون دخول المساعدات الإنسانية. الناس في الركبان خياراتهم قليلة إذا ما أرادوا أن يبقوا على قيد الحياة. نحن نسمع هذا الكلام من السكان المخيم. الغذاء لا يكفي، الأطفال يتوفون بسبب القصور في الغذاء والأدوية، والإمكانيات الطبية شحيحة في المخيم. والنظام يمكن أن يوافق على قافلة المساعدة يوم غد، والولايات المتحدة مستعدة ليسر عملية تسليم مساعدة. ونعرف أن الأمم المتحدة والهلال الأحمر يمكن أن يقدما المساعدة لأنهما قدماها مرتين في الماضي. اليوم الولايات المتحدة تدعو مجددا نظام الأسد إلى الموافقة على قافلة ثالثة إلى الركبان فورا. الولايات المتحدة قلقة جدا من أن النظام لازال يرفض وصول مساعدة إلى الركبان، وأجبر الناس على مغادرة المخيم تحت تهديد الجوع. الأوضاع الإنسانية سيئة جدا، بحيث أن الأسر عليها أن تختار بين أمانها داخل المخيم أو إطعام أطفالها الجائعين، وهذا خيار كيف يعقل أن يفرض على الأبرياء من المدنيين، أو كيف يمكن أن نفرض على ناس مغادرة المخيم؟ تأمل العائلات السورية الموجودة في مخيم الزعتاري في أن تقضي رمضان المقبل في وطنها، حيث يفتقد اللاجئون هناك لأجواء الشهر الكريم بسوريا، خاصة مع الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهونها في المخيم. المزيد في التقرير التالي. تحت درجة حرارة تصل في بعض الأحيان إلى 40 درجة تعيش عائلات سورية في مخيم الزعتاري تجربة قاسية لصيام رمضان. فهذه المساحة الشاسعة بمثابة موطن مؤقت، حينما أصبح الموطن الأصلي مكانا خطرا ليزيد ألم الوطن والبعد عنه مرارة هؤلاء في الشهر الكريم. فبالنسبة لبعض اللاجئين هذا هو شهر رمضان الثامن الذي يقضونه في المخيم. فهذه اللاجئة السورية التي غادرت درعا عام 2011 تتحدى حرارة الشمس للذهاب لشراء الخبز استعدادا لوجبة الإفطار، مسترجعة ذكريات رمضان حينما كانت في وطنها. كان كثير حلو، لمات العائلة ونحن ودار جدي وهيك، وأنا في قرايب أهل أبوي يعني خالاتي ودار أهل ماما كلهم بسوريا، فنحن كنا يعني كنا نلتم مع بعض نحن ورفقاتنا وقرايبنا. هسه الوقت إجينا لهون بعض، إشي من رفقاتنا إجا وإشي راح وأهلنا وهيك، هنا إيش مؤقت يعني إيش مؤقت لحتى نرجع نحن لبيتنا. وربما انضمام الأب إلى هذه الأسرة خفف قليلا من حدة مرارة فراق الوطن، خاصة في الشهر الكريم. انضرب الدار هناك واضطريت إني أفل، ما فيش حد يعيني ولا حد، وأنا ما بشوفك يعني ولا بسمع، ما في حد يعيني ويأخذني. وكان في أخوي الكبير كنت أنا كمان بلشان فيه يعني هناك أبرد من هون بيوت الحجر، هذا هون بيوت الحديد مبين على الواحد لا حول ولا قوة، يعني وضع مؤقت. سكان هذا المخيم الذي أصبح موطنا لأكثر من 78 ألف سوري على مدار السنوات السبع الماضية يواصلون الحياة رغم صعوبة العيش والانعزال، ومنهم من لا يستطيع التوقف مطلقا عن التفكير في الوطن. بتمنى أنه أرجع لسوريا، يوم بصلي أنه بدعي هيك، بتمنى أنه رب العالمين أنه نرجع لسوريا، الله يجمعني هيك بأهلي وبيت عمي بقرايبيني.
اختلف كثير الجو عنينا هون يعني عن سوريا. طبعا هناك رمضان سبحان الله بتحسيه شكل بسوريا، وهون شكل هون لانه بغربه ببعد، يعني هذول اكثر شيء اللي بتحسيهن. يعني جو رمضان هناك كان حلو، بتحسي حالك يوم بتقعدي بتسوي هالسفره الحلوه وبتدور تشكلي بهالاكلات الطيبه، يعني الاكلات السوريه، والحمد لله رب العالمين. هون كمان الحمد لله يعني دائما الاكلات السوريه كمان هيك بحب اني اسويها مشان دائما اضل سوريه، وشهر رمضان الفضيل اللي كنت اجتمع هناك بسوريا اكون كمان هيك هون انا ولادي. ما يقرب من 20% من سكان المخيم تقل اعمارهم عن 5 سنوات، ما يعني ان بعض الاطفال ولدوا في المخيم ولم تطئ اقدامهم سوريا، إلا أن عددا قليلا من عائلات المخيم قد عادوا مؤخرا إلى بلادهم، وربما في العام المقبل سيكون بمقدار المزيد من اللاجئين السوريين الاحتفال بشهر رمضان على أرض سوريا. قتل 10 إرهابيين شرقي محافظة صلاح الدين بالعراق بعد أن استهدفهم الطيران الحربي بغارة جوية في إطار عملياته التي تستهدف بقايا عناصر تنظيم داعش الإرهابية. وقال الجيش العراقي أنه تم تدمير عجلتين إحداهما مفخخة، فضلا عن سريجين محملين بمادة البنزين لبقايا عصابات داعش الإرهابية. أصدرت محكمة عراقية حكما بالإعدام على 2 من الفرنسيين بعد إدانتهما بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي. تأتي هذه الأحكام بعد صدور أحكام أخرى مماثلة خلال اليومين الماضيين على 4 متهمين، وبذلك يرتفع عدد المحكوم عليهم إلى 6 فرنسيين. قالت وزارة الدفاع التركية أن الجيش بدأ عملية تستهدف الأكراد في شمال العراق وتنفذها قوات خاصة بدعم من المدفعية والطيران. وذكرت الوزارة أن العملية انطلقت بضربات للمدفعية والطيران، ثم بدأت فرق القوات الخاصة في هجوم بري من منطقة على الحدود في أقصى جنوب شرقي تركيا. وأدت العمليات العسكرية للجيش التركي إلى مقتل العديد من المدنيين وتشريد القرويين من مناطقهم، فضلا عن إلحاق أضرار بالبنى التحتية للمنطقة. حدد الكنيست الإسرائيلي 17 من سبتمبر المقبل موعدا متوقعا لإجراء انتخابات جديدة بعدما وافق في قراءة أولية على مشروع قانون حل البرلمان، وستتم المصادقة بشكل رسمي على هذا القانون بعد إجراء القراءتين الثانية والثالثة يوم الأربعاء في الهيئة العامة للكنيست. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي حصل حزب الليكود وحلفائه اليمينيون والمتدينون على 65 مقعدا في البرلمان، قد فشل في تشكيل ائتلاف حكومي بعد انتخابات إبريل الماضي. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن العقوبات على إيران سوف تبقى وأنها لا تقتصر فقط على أنشطتها النووية. وأضاف بيان الخارجية عدم وجود قنوات اتصال مع إيران، معربا عن استعداد الولايات المتحدة للتفاوض في حال تنفيذ طهران للشروط 12 الذي أعلن عنها وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو. ومع استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، يستعرض لنا الزميل أحمد أبو زيد ميزان القوى العسكرية بين البلدين. في ضوء التوتر الجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، قد يطرح البعض تساؤلا حول ماذا لو التجأ الطرفان أو أحدهما إلى تغليب الخيار العسكري، حتى وإن كانت فرضية السؤال تبدو محدودة على الأقل في هذه المرحلة. ميزان القوى العسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بحسب موقع جلوبال فاير باور الأمريكي المتخصص في شؤون التسليح والشؤون العسكرية، يقول إن الجيش الأمريكي يحتل المرتبة الأولى عالميا كأقوى جيوش العالم من بين 137 جيشا، مقارنة بالجيش الإيراني الذي يحتل المرتبة الرابعة عشرة عالميا.
يجاوز تعداد الجيش الأمريكي أكثر من 2 مليون جندي، بينهم 860 ألفا في قوات الاحتياط. هذا في مقابل 873 ألف جندي في الجيش الإيراني، من بينهم 350 ألفا في قوات الاحتياط. الحرس الثوري الإيراني يعد أحد أركان القوة العسكرية الإيرانية، ويضم وفق تقارير عسكرية نحو 90 ألفا من الجنود، فيما يضم فيلق القدس نحو 18 ألف جندي. تمتلك القوات الجوية الأمريكية أكثر من 13 ألف طائرة حربية، بينما يمتلك الجيش الإيراني أكثر من 500 طائرة حربية. لدى الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 13500 مطار عسكري، بينما لدى إيران أكثر من 300 مطار عسكري. يمتلك الجيش الأمريكي أكثر من 6200 دبابة، في المقابل لدى إيران أكثر من 1600 دبابة. يمتلك الجيش الأمريكي 39 ألف مدرعة، أما إيران فلديها قرابة 2000 مدرعة. لدى الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 900 مدفع ذاتي الحركة، وأكثر من 800 مدفع ميداني، في المقابل لدى إيران أكثر من 500 مدفع ذاتي الحركة، ولها أكثر من 2100 مدفع ميداني. تمتلك الولايات المتحدة وجيشها أكثر من 1000 راجمة صواريخ، فيما يمتلك الجيش الإيراني في هذه الزاوية 1900 راجمة صواريخ. الأسطول الأمريكي يتكون من 415 سفينة حربية، من بينها 24 حامل الطائرات، بينما الأسطول الإيراني 398 سفينة حربية وليس لديه أي حامل الطائرات. الأسطول الأمريكي لديه 68 غواصة، أما الإيراني فيمتلك 34 غواصة. الأسطول الأمريكي يضم 22 فرقاطة، فيما يضم الجيش الإيراني بأسطوله البحري 6 فرقاطات فقط. الأسطول الأمريكي لديه 68 مدمرة، أما الأسطول الإيراني فليس لديه مدمرات. تصل ميزانية التسليح الخاصة بالجيش الأمريكي في هذه الأثناء كأكبر ميزانية تسليح للجيش الأمريكي 716 مليار دولار، في المقابل تسليح الجيش الإيراني بميزانيته الأخيرة 6 مليارات و300 مليون دولار. وبحسب الولايات المتحدة الأمريكية، فالولايات المتحدة الأمريكية تمتلك أكبر الترسانات من السلاح النووي، في المقابل فإن طهران لديها مخزون من صواريخ كروز والصواريخ البالستية. تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية كذلك نقاط تقول إنها ستكون نقاط احتكاك مع إيران إذا ما ذهب الطرفان إلى الخيار العسكري. إيران هددت بدورها باستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة إذا ما تعرضت لهجوم من قبل الولايات المتحدة. حددت ما يفوق 30 قاعدة في المنطقة كبنك للأهداف الإيرانية التي ستذهب إليها. الولايات المتحدة الأمريكية قالت إنها سترد على أي استهداف يمس قواتها أو مصالحها أو حلفائها. قد تكون المياه الخليجية بطبيعة الحال من بين إحدى مناطق الاحتكاك المباشر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لكن البعض يرى أيضا أن هناك مواجهات غير مباشرة قد تكون مرشحة. سيكون ذلك بطبيعة الحال بواسطة قوات وميليشيات موالية لإيران في المنطقة. أصدرت السلطات التركية قرارا باعتقال 23 شخصا من بينهم عسكري بتهمة تهريب أشخاص ينتمون لجماعة فتح الله جولن ومنتمين لحزب العمال الكردستاني وأشخاص يحملون جنسيات أجنبية خارج البلاد. وعقب صدور القرار بدأت قوات الأمن التركية مداهمة عناوين المطلوبين في 6 ولايات مختلفة لضبطهم. هبط مؤشر الثقة بالاقتصاد التركي خلال مايو الجاري إلى أدنى مستوياته منذ 7 أشهر، ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية وسط عجز الحكومة والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، ما دفع إلى هبوط مؤشرات اقتصادية كالعقارات والسياحة والقوى الشرائية والتضخم وثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي. We'll be right back.
انطلقت المباحثات بين رؤساء الدول وقادة البرلمان الأوروبي لاختيار قادة جدد للمؤسسات الأوروبية، وبحث قادة الاتحاد الأوروبي ملف من الذي ينبغي أن يقود المؤسسات الرئيسية في الاتحاد المكون من 28 دولة خلال السنوات الخمس المقبلة بعد الانتخابات التي عقدت في مطلع الأسبوع وهزت المشهد السياسي في أوروبا. وقال أحد المتنافسين على منصب رئاسة المفوضية الأوروبية وهو زعيم الاشتراكيين الهولندي فرانس تيمرمانس أن الأحد المقبل سيشهد حسم مقعد الرئاسة. اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن صعود اليمين المتطرف في الانتخابات البرلمانية الأوروبية يعود إلى خوف الناخبين وإلى تأثرهم بالكذب والذي أذكته الأحزاب الشعبوية وإلى التدخل الخارجي. جاء ذلك خلال إدلائه بتصريحات لدى وصوله إلى مقر القمة الأوروبية، وشدد ماكرون على أن صعود اليمين يعود أيضا إلى فشل السياسات الأوروبية الحالية، مكررا الدعوة إلى تبني مفاهيم جديدة ترد على مخاوف المواطنين وتؤمن الحماية لهم. للمزيد ينضم إلينا هاتفيا من بروكسل محمد رجاي بركات الخبير في الشؤون الأوروبية. أهلا بك أستاذ محمد. ويعني هذه الانتخابات للبرلمان الأوروبي هي انتخابات ليست مفاجئة، الكل توقع أن تصعد الأحزاب الشعبوية واليمين المتطرف إلى سدة هذه الانتخابات، ما رأيك؟ طبعا هذا كان من المتوقع أن تحصل الأحزاب اليمين المتطرف في دول الاتحاد الأوروبي على مقاعد أكثر مما كان لديها في السابق خلال الانتخابات التي جرت عام 2014 ميلادية. ولكن يعني هناك نوع من التخوف، وأعتقد أن هناك مبالغة في التخوف من هذا الموضوع. في الواقع حتى الآن المجموعتين الاشتراكية والحزب الشعبي الأوروبي الاجتماعي المسيحي كانت دائما لديها الأغلبية في البرلمان، وكان دائما كانت المناصب الهامة رئاسة البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية كانت من هؤلاء من هذين الحزبين. ولكن الآن مع انخفاض أعداد المقاعد التي حصلوا عليها أصبح من الضروري أن يتم إجراء ائتلاف وادخال احد احدى المجموعات الاخرى السياسيه الاخرى كالليبراليين الذين ايضا الذين ازداد عدد المقاعد التي حصلوا عليها. صحيح، وايضا الخضر ازداد يعني عدد المقاعد لهم. فبالتالي الشيء الوحيد الذي سيتغير هو ان سيطره المجموعتين الاشتراكيه وحزب الشعب الاوروبي اصبحت غير ممكنه، وسيتم ادخال احدى المجموعتين التي ذكرتما. بالتالي يعني الموضوع ليس بهذه الخطوره، البعض يظن ان اليمين المتطرف قد اجتاح دول الاتحاد الاوروبي الى اخره، ولكن اعتقد ان هناك مبالغه. يعني حتى في مجموع المقاعد التي حصل عليها اليمين المتطرف لا تشكل جزءا كبيرا او نسبه كبيره من 751 مقعد مجموعة أعضاء البرلمان الأوروبي. بالتالي ما زالت الأغلبية أغلبية هامة للأحزاب التقليدية الديمقراطية. نعم، هي نسبة ليست كبيرة إلى هذا الحد، ولكنها نسبة محرجة أستاذ محمد رجائي. يعني تتطلب ائتلاف كما قلت حضرتك، وأيضا تتطلب يعني خلافات معينة يجب أن يتم تنحيتها، يعني فيما يتعلق بموضوعات شائكة كالهجرة على سبيل المثال. يعني ستحدث مشاكل كثيرة جراء هذه التركيبة الجديدة التي نتجت عن الانتخابات. في الواقع هناك تحييد لكون المجموعة الليبرالية وحزب الخضر ومجموعة الخضر حصلت على أعداد أصوات أكبر ولديها مقاعد أكثر، فإن ذلك يحيد
من خطورة اليمين المتطرف داخل البرلمان الأوروبي. أيضا هناك عدد من البرلمانيين الأوروبيين من الجنسية البريطانية ومنهم عددهم هام ينتمون لليمين المتطرف، وفي حال خروج بريطانيا فإن هؤلاء البرلمانيين سيتركوا البرلمان. يعني لا أعتقد أن قدوم اليمين المتطرف سيغير كثيرا. الأصوات والشخصيات السياسية التي الآن انضمت إلى اليمين المتطرف داخل دول الاتحاد الأوروبي، هذه الشخصيات كانت موجودة في السابق وكانت تعمل ضمن أحزاب سياسية تقليدية ديمقراطية. الآن هذه الشخصيات ذهبت إلى أحزاب اليمين المتطرف، فأعتقد أن ذلك لن يغير كثيرا على عمل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، لأنه سيكون هناك ائتلاف وتحالف بين الأحزاب الديمقراطية ضد اليمين المتطرف. وأيضا هناك نقطة أخرى، هي أن أحزاب اليمين المتطرف لن يستطيعوا أن يكونوا مجموعة سياسية متجانسة داخل البرلمان الأوروبي، وذلك بسبب وجود خلافات هامة، خلافات أيديولوجية بين مختلف الأحزاب السياسية اليمين المتطرفة في دول الاتحاد الأوروبي. فبالتالي سيكون من الصعب عليهم أن يتحدثوا بصوت واحد كما هو الحال على سبيل المثال المجموعة الاشتراكية أو الخضر أو الحزب الشعبي الأوروبي. طيب، يعني هناك تصريحات خرجت من القادة الأوروبيين، على سبيل المثال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إنه هذه النتيجة هي تعود إلى فشل السياسات الأوروبية الحالية، وكرر الدعوة إلى تبني مفاهيم جديدة ترد على مخاوف المواطنين في أوروبا وتؤمن الحماية لهم. إذن أيضا هناك خشية من قبل القادة الأوروبيين بنتيجة هذه الانتخابات، حتى وإن لم يسيطر اليمين المتطرف عليها بشكل كامل، وينعكس ذلك أيضا على الانتخابات المحلية في كل بلد أوروبي على حدة. هناك خشية طبعا، يعني زيادة عدد مقاعدهم في البرلمان الأوروبي وزيادة الأصوات، عدد الأصوات، وخاصة على سبيل المثال في بلجيكا كان هناك بالإضافة لانتخابات البرلمان الأوروبي كان هناك انتخابات للبرلمان الفيدرالي وبرلمانات المناطق، وأيضا في المنطقة الفلمنكية اليمين المتطرف و أقصى اليمين البلجيكي الفلمنكي حصل على تقريبا 45% من الأصوات، وهذا فعلا أمر يثير القلق. ولكن بشكل عام يعني داخل البرلمان الأوروبي وداخل المجموعة الاتحاد الأوروبي، أعتقد أن تأثير اليمين المتطرف سيتم مواجهته، وإذا أحسن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي والمسؤولين الأوروبيين التصرف أمام اليمين المتطرف، فبالتالي سيكون هناك تحييد لدور اليمين المتطرف خاصة داخل البرلمان الأوروبي. ما قاله الرئيس ماكرون يعني تغيير السياسات، ماذا يعني ذلك؟ هل يعني ذلك أن يتم الرضوخ لطلبات لبعض الطلبات اليمين المتطرف فيما يتعلق بالهجرة وفيما يتعلق باستقبال اللاجئين إلى آخره؟ ولكن على سبيل المثال عصر اليوم كانت هناك مظاهرة شارك فيها آلاف المواطنين البلجيكيين أمام مقر البرلمان الأوروبي ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، تظاهروا ضد تصاعد اليمين المتطرف، وأيضا تظاهروا ضد العنصرية، وكانت لديهم شعارات. نعم، يعني هذه المظاهرات، يعني عذرا عن المقاطعة ولكن الوقت انتهى، هذه المظاهرات وأيضا هذه نتيجة الانتخابات يعني تعكس انقسام في الشارع الأوروبي. واشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة، كنت معنا من بروكسل محمد رجائي بركات الخبير في الشؤون الأوروبية.
قالت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا مي أن عدم تمكنها من إتمام عملية خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي هو مصدر أسف شديد لها. وأضافت مي أن الأمر بات الآن في أيدي من سيخلفها، والذي سيكون عليها الوصول إلى طريقة للتعامل مع وجهات النظر المختلفة التي يتمسك بها أصحابها بشدة في البرلمان، مضيفة أنه لإنجاح ذلك وللحصول على أغلبية في البرلمان فإن الأمر يتطلب تقديم تنازلات. قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إنه لا توجد حتى الآن أي ترتيبات لعقد لقاء ثنائي بين رئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماعات مجموعة العشرين في اليابان والمقرر انعقادها أواخر شهر يونيو المقبل. أضاف بيسكوف أن موسكو لم تتلقى أي اقتراحات بشأن عقد مباحثات بين بوتين وترامب خلال القمة. وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى عاصمة كازاخستان نور السلطان للمشاركة في اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي ينطلق الأربعاء. وأشارت مصادر روسية إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ستطرح خلال الاجتماع مهمة إجراء حوار مع الاتحاد الأوروبي حول بناء فضاء اقتصادي مشترك في القارة الأوروبية والأسيوية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن ترتفع درجات الحرارة غدا على جميع الأنحاء، وفيما يلي بيان بالدرجات المتوقعة الأربعاء. هذه الجولة الإخبارية تذكير بأهم ما ورد بها من أنباء. الرئيس السيسي يوجه بالارتقاء بالخدمات وبالمواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية. الجيش الليبي يكشف عن وجود ضباط أتراك في صفوف قوات حكومة الوفاق في طرابلس. قوى الحرية والتغيير بالسودان تبدأ تنفيذ الإضراب بالعاصمة الخرطوم. إذا لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري إكسترا نيوز دوت تي في. شكرا لكم على طيب المتابعة ودمتم في أمان الله.